اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشيت الصحافه وجوله صحفيه جديده نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحليه والدوليه مع ضيف الاعلامي عبر سكايب حسين عبد الرحمن. حياك الله استاذ حسين. الله في زمن التكنولوجيا. نعم اذا راح نتواصل معك ان شاء الله ونبدا ماشيت الصحافة بعد الفاصل بالصحافة المحلية. أهلا بكم مشاهدينا. الصحافة المحلية أبرزت اللقاء الصحفي الذي جمع سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحافة المحلية ونستهلها بهذا الماشيت من صحيفة الأنباء. سموه أكد خلال اللقاء مع رؤساء تحرير الصحف أنه لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط لأن هذا الأمر صعب ويجب علينا أن ننوع مصادر الدخل في البلاد. الخالد، صحة الناس أولا. في نفس السياق عنونت صحيفة الجريدة الخالد: الوضع الصحي مستقر ومطمئن، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية. وسمو رئيس مجلس الوزراء استقبل رؤساء تحرير الصحف المحلية: لو تم علاج قضايا تجار الإقامات منذ فترات سابقة لما زاد تعقيدا. تجار الإقامات أرهقوا الدولة وتسببوا بخلل في التركيبة السكانية. سمو الأمير مستمر في مسعى رأب الصدع لعودة اللحمة الخليجية. صحيفة القبس تناولت تأكيد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن البلاد ستواجه صعوبة بسبب غياب الإصلاحات الاقتصادية رغم الملاءة المالية الممتازة، وقوله إنه لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط لأن هذا الأمر صعب ويجب أن ننوع مصادر الدخل في البلاد. نقرأ في صحيفة الراي تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الرواتب لم تتأخر يوما عن العاملين أو عن الموجودين في بيوتهم ولن تتأخر، ولكن نحتاج لتنويع مصادر دخلنا. ننتقل إلى صحيفة السياسة التي كتبت هذا الماشيت الخالد: لن يفلت من العقاب فاسد. وكشف خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف عن توجيه مباشر من سمو الأمير بهذا الخصوص.
نتحول إلى صحيفة النهار التي نقلت عن سمو رئيس مجلس الوزراء هذا المانشيت: صاحب السمو أوصانا بأن أرواح الناس برقبتكم فوضعنا ذلك منهجا للحكومة. الخالد: سنعكس التركيبة السكانية 70% كويتيون و30% وافدون. وفي الشاهد نقرأ هذا العنوان: الخالد: الأزمة الخليجية تتقدم خطوة تلو الأخرى نحو الحل. وفي عنوانها الشارح كتبت: كان للكويت مصدات امتصت انهيار أسعار النفط والأسواق العالمية خلال الأزمة نتيجة التخطيط المسبق. إذن بعد هذه العناوين أستاذ حسين، ما هي قراءتك لما جاء على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء خلال هذا اللقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية؟ أخي السعود، يعني حقيقة تابعت أنا باهتمام لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزملاء رؤساء تحرير الصحف اليومية وكالة الأنباء ووسائل الإعلام. بالتالي يعني كان سمو رئيس مجلس الوزراء كان نقطة ملاحظة في هذا اللقاء، أنه كان صريح جدا، وأيضا وصل إلى مرحلة أنه لم يجامل الصحفيين ولم يجامل في يعني وضع النقاط على الحروف في هذه الأزمة وفي هذه الحالة التي تمر فيها الكويت أو العالم كله. سمو الرئيس الشيخ صباح خالد يعني سلك مسلك جدا ممتاز، وهو أن فتح المجال لرؤساء التحرير أن يتكلم معهم ويقول يعني ما يريدون، وأيضا جاوب لكل ما يريدون الصحفيين. طبعا كان الزملاء رؤساء التحرير في بالهم أسئلة، وجاوب على الأسئلة الصعبة أو الأسئلة اللي يسمونها هارد، يعني أسئلة فيها موجودة. فبالتالي لاحظنا أنه تطرق إلى قضيتين مهمتين: قضية شأن داخلي وقضية شأن خليجي. وقضية الشأن الخليجي حقيقة يعني مثل ما تابعنا الصحف اليوم في قطر، واهتموا اهتمام كبير بمدى اهتمام الكويت بالشأن الخليجي، وبما اهتمام الكويت في إصلاح البيت الخليجي، وبالتالي الكويت ماضية في هذا القدم في هذه الخطة من أجل إصلاح البيت الخليجي، وهذا هو يعني السياسة الكويتية اللي اليوم قاعد تترجم على أرض الواقع. نأتي إلى الشأن المحلي، واللي كان شأن مهم جدا، ركز على قضية أساسية وهو أن الفساد شيء غير مقبول ولا يمكن أن نتجاوز هذا الفساد بهالناحية. لذلك ركز على أمر واحد: أن كل فاسد سيأخذ عقابه، أن لا مجال لفاسد في هذه الحكومة، أن لا مجال لفاسد أن يكون معنا أو في مشاركة في بناء هذا الوطن. وبالتالي سمو رئيس مجلس الوزراء تكلم عن قضية مهمة حصلت في الفترة الأخيرة، وهي قضية تجار الإقامات الذين يعني حقيقة شوهوا سمعة الكويت من خلال ممارستهم هذه المهنة. لذلك تحويل 224 حالة إلى النيابة يدل على مدى جدية الحكومة في تحقيق ذلك بالحد من هذه الممارسات الخاطئة. سمو رئيس وزراء منهج العمل وضع خارطة الطريق للمرحلة المستقبلية الجاية، للمرحلة الموجودة. تطرق إلى قضية أساسية وهو أن قضية الاقتصادية في البلد، أن الوضع المالي عندنا ممتاز، ولكن يجب أن لا نعتمد على النفط كمصدر عادي فقط للدخل، يجب أن ننوع مصادر الدخل. لذلك كان حريص على اطمئنان المواطن الكويتي في المرحلة المقبلة، في المرحلة الجاية اللي هي مرحلة ما بعد كورونا نسميها. ما بعد كورونا يعني العالم تتغير كلش، بتغير موجود يجب أن نواجه هذه المرحلة بكل جدية، وأن يعني نلتزم بالقواعد الجديدة التي ستضعها العالم. يعني بالتالي إذا احنا ما التزمنا مع العالم في القواعد الجديدة، سواء القواعد الاقتصادية أو القواعد الصحية، فيعني العملية ما تكون سهلة وسهولة. الأمر الثاني أنه طمأن المواطنين، يعني طمأن المواطنين بأن الإجراءات الصحية في هذا البلد في الكويت ماشية وفق الخطة الموضوعة، وفق الخطة اللي تكون موجودة. الحياة الاقتصادية راح تعود، ولكن أهم شيء يعني أنها الحياة الاقتصادية. صحيح اعتبر سمو رئيس مجلس الحياة الاقتصادية مهمة، ولكن أهم شيء اعتبر سمو رئيس مجلس هو صحة المواطن. يعني إذا كان المواطن عليل وصحته مو زينة، شيء يفيد شلون يقدر يعيش يعني. وبالتالي وضع صحة المواطن هي جزء كبير من أولويات العمل للحكومة القادمة. قال كلمة جدا مهمة، وكلمة يعني
قال بعد انتهاء فترته يعني في نوفمبر الجاي، ان بعد 11 شهر راح نقول لرئيس الوزراء المستقبل او رئيس الوزراء اللي راح يستلم، تفضل هذا عمل حكومه 11 شهر، يعني في يعني معناته اكو انجاز راح يحصل موجود، وهو حقق انجازات يعني موجوده في العمليه هذه. وبالتالي سمو رئيس الوزراء يعني وصف الرساله، احنا جايين نعمل وجايين ننتج في هذه المرحله لكي نصل الى في نوفمبر الى ان نسلم الامانه الى من سياتي بعده. وهذه يعني شيء جميل، مسلك جميل، منهج جميل اتبع سمو رئيس مجلس الوزراء في انه اهتم في هذا الموضوع اهتمام جدا مهتم، اهتمام تركز على ناحيه المواطن، ولذا وبالتالي طمئن المواطن. انا اشعر ان ان كلامه كان واقعي وكلامه كان منطقي وكلامه كان يعني يمس شعور المواطن. نعم استاذ حسين، مستمرين معك مع الساده المشاهدين ماشيه الصحافه، لكن بعد هذا الفاصل نتجه الى الصحافه العربيه والعالميه. من صحيفة الشرق القطرية نفتح فقرة الماشية الدولية. الصحيفة أبرزت تصريحات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث قال خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية أن محاولات حل الخلاف الخليجي ما زالت مستمرة والآمال أكبر مما كانت عليه، مؤكدا اهتمام سمو الأمير بأن تكون الكويت دائما هي من تجمع الأطراف المختلفة على أسس تحقق كل طمأنينة لأي اتفاق مقبل. التطورات في سوريا نالت اهتمام صحيفة القدس، وأفادت بأن طائرات روسية شنت غارات عدة في شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار قبل 3 أشهر. ونقلت عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن غارات روسية استهدفت قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء وفجرا مثلث حماة إدلب اللاذقية، وهي منطقة تقع على الحدود الإدارية بين المحافظات الثلاثة. وبموجب اتفاق الهدنة تسير روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول طريق دولي استراتيجي يعرف باسم M4، ويفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. إذا أستاذ حسين، بعد هدنة صمدت بعض الوقت تعود الطائرات الروسية للقصف، برأيك ما الرسالة ولمن؟ طبعا أخ سعود، مثل ما انت عارف ان العالم اليوم كله مشغول في قضية كورونا، يعني كوفيد-19، وبالتالي هذا الانشغال جعل الروس يعني يستغلون هذه الفرصة اللي الناس فيها، وتركيز الإعلام كله اليوم الإعلام تركيزه على قصة الوباء هذا، وبالتالي استغلوا استغلال جيد لكي يتمكنوا من وضع يعني ارجلهم يثبتونها في الارض السوريه. وبالتالي للاسف مثل ما نرى وطن عربي سوريا يعني بهذا الوطن العزيز على كلنا غالي الان، يعني قوات اجنبيه، قوات من تركيا، قوات من روسيا، ومن فصائل جايه من الشيشان والدول الموجوده فيها. وبالتالي يعني روسيا قاعد تثبت نفسها، حصلت موقع ممتاز، حصلت ارض كذا يكون موجود. هي طبعا صراع، يعني صراع سياسي لمن يستحوذ او ياخذ اكثر اراضي في سوريا. طبعا تركيا دخلت تدخل كبير مباشر في القضيه، يعني من اجل يعني اثبات وجود التركي، والمناطق هذه مناطق جدا مهمه محاذيه للحكومه للحدود السوريه. يبقى وجهه النظر الروسيه الان خلاص، روسيا ايضا يعني قد نلاحظ في الفتره الماضيه قبل 10 أيام طلبت ايضا يعني توسعه في المطارات وتوسعه في القواعد، وطلب منهم ان يركزون على نشاط بتوسيع. هذا يعني دليل واضح وصريح على أن روسيا لن تخرج من سوريا، ستبقى هناك موجودة، ووضع هذا المكان الاستراتيجي، هذا الموقع الاستراتيجي كقاعدة روسية في مقدمة أمام في البحر المتوسط، هذه ما كانت تحلم سوريا فيها. وبالتالي وجود سوريا اليوم أنها تستخدم العنف وتستخدم القصف للفصائل المقاومة الموجودة، عفوا فصائل المعارضة الموجودة في روسيا في سوريا، بحيث ان تكون العمليه كلها قائمه على 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 على
روسيا مدى إمكانها من أن تمكن وتتمسك في الموضوع هذا. نعم. روسيا ما يهمها الآن الإسلاميين من هم، هم بالنسبة لهم أن استخدام القوة للقضاء على الإسلاميين لأن خايفونها الإسلاميين اللي موجودين في شمال سوريا يرجعون إلى 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 دول دولهم، وهذه الدول محاذية لروسيا طبعا، وهم خايفين من هالقصة. نعم. أثر عليهم كثير، لذلك يعني هم يستخدمون القوة المفرطة في القضاء عليهم يعني دون محاولة إمساكهم أو كذا. لا. نعم. حاول القضاء عليهم عشان. نعم. ما يردون إلى أستاذ حسين. أيضا ما زال موضوع مقتل الشاب الأمريكي ذي الأصول الأفريقية يغطي عناوين الصحف. جريدة الغد الأردنية عنونت بوش الابن: أصوات المحتجين الأمريكيين يجب أن تلقى آذانا صاغية. قال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن أن مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد ينمو عن فشل صادم فيما يتعلق بالتصدي للعنصرية في البلاد، وحث على أن تلقى أصوات المحتجين آذانا صاغية في تعارض شديد مع النهج الصارم الذي يتبعه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إزاء الاحتجاجات. ولم يذكر بوش ترامب بالاسم، وقال إن قيم الولايات المتحدة لا تتماشى مع إجراء المحتجين عن ساحة لافاييت المواجهة للبيت الأبيض يوم الاثنين قبل أن يتحرك ترامب على قدميه لالتقاط الصور. يعني بعد أوباما الديمقراطي الجمهوري بوش الابن يدلي بموقفه إزاء الاحتجاجات المشتعلة في الولايات المتحدة. ما القيمة المعنوية لمثل هذه التصريحات من بوش الابن؟ طبعا هو سعود انت مثل ما انت عارف يعني بوش الابن هو جمهوري مع ترامب في قارب واحد. هذا دليل كبير جدا على ان تخبط الاداره الامريكيه وخاصه قرارات الرئيس ترامب في عمليه التعامل مع هذه الحادثه الشنيعه التي تدل على يعني امر غير جيد اخلاقيا في مقتل الشاب جورج بالعمليه هذه اللي قتل فيها. لذلك خرج بوش الابن بهذا التصريح لكي يقول للشعب الامريكي ان عمل ترامب لا يمثل الجمهوريين كلهم، او هذا الرئيس الذي ما سماه بالاسم ها انه لا يمثل الجمهوريين اللي لهم قطاع كبير من المؤيدين في هذه العمليه، لذلك حاول يتجنب الموضوع. الموضوع الاخر في مهم جدا ان وزير الدفاع طلع على الاخبار وتكلم وقال انه انا ضد استخدام قوات الناشونال جارد من اجل انه ينزل الشارع ودون ان يكون لدائي كان موجود، وايضا تطرق الى ان اثنين من طائرات العموديه هليكوبتر كان فوق الجماهير قالت هذه لازم ما تصير. في خلاف مع اداره ترامب لهذه الأزمة، لهذه المعضلة اللي قاعد تهز أمريكا وامتدت إلى أوروبا وراحت إلى دول كثيرة بسبب يعني التفرقة العنصرية اللي قاعد يعني تنتشر أكثر في بدل ما تتخلص بدأت تنتشر. لكن نعم. للأسف شفنا إحنا ترامب قاعد يستخدم أسلوب غير صحيح، هو تعامل القوة المفرطة. قيم أمريكا قيم الحرية وتمثال الحرية أول شيء تشوفه بس توصل بطيارة إلى 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 نيويورك من السماء تشوف مثال الحرية دين الحرية. لكن ما وضع ترامب هذه القيم للشعب الأمريكي باستخدام القوة بضرب المتظاهرين السلميين الذين جاءوا يعني يعبرون عن شعورهم تجاه حادثة أليمة جدا يعني. نعم. وبالتالي الخلاف موجود، وهذا دليل شغلة واحدة أن ترامب يعني نجاح في المرحلة المقبلة في نوفمبر صعب جدا بعد ما تراجعت يعني شعبيته عقب هالحادثة. نعم. صحيفة The Times وهذا العنوان: جورج فلويد، الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة تضرب باريس. فقد اشتبك مئات الشبان من الأقليات العرقية مع الشرطة بالقرب من الطريق الدائري في باريس الليلة الماضية، حيث تحدى المتظاهرون حظرا على الاحتجاج على وحشية الشرطة المزعومة في فرنسا. الحشود أشعلت الحرائق تحت الجسور وهاجمت المركبات وألحقت أضرارا بمرائب الحافلات مثل ما حدث في أنحاء الولايات المتحدة. كما شهدت الشرطة تطلق الغاز المسيل الدموع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في محاولة لتفريق الحشود. إذا مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفصل.
ما قال اليوم من صحيفة الشرق الأوسط بعنوان: لقد حان الوقت لإعادة الضبط الشامل. يقول فيه كلاوس شواب: قد تنفرج الإغلاقات الناجمة عن فيروس كوفيد-19 تدريجيا، إلا أن القلق بشأن التوقعات الاجتماعية والاقتصادية يتفاقم حول العالم. هناك سبب وجيه يستدعي القلق، فنحن نشهد بالفعل بداية ركود اقتصادي حاد، وقد نواجه كسادا اقتصاديا هو الأسوأ من نوعه منذ فترة الثلاثينيات. وبينما تبدو هذه النتيجة محتملة، إلا أنه لا مفر منها. لتحقيق أفضل النتائج حسب كاتب المقال، يجب على العالم مضافرة الجهود والعمل بشكل مشترك وسريع لتجديد كل ما يتعلق بمجتمعاتنا واقتصاداتنا، بداية من الجوانب التعليمية وصولا إلى العقود الاجتماعية وظروف العمل. يتوجب على كافة الدول من الولايات المتحدة إلى الصين المشاركة في هذه العملية. كذلك يتوجب تحويل كافة الصناعات من النفط والغاز إلى التكنولوجيا. وباختصار، فإننا بحاجة إلى إعادة ضبط شامل للرأسمالية. المشاهدين، وصلنا إلى كاريكاتير اليوم بعد هذا الفصل. إذن مشاهدينا، كاريكاتير اليوم مع حسين عبد الرحمن، وهذا الكاريكاتير من صحيفة الأنباء بريشة محمد ثلاب، وتعليقك حول التسوق عبر الإنترنت خصوصا بعد الفرض الحظر الكلي وأيضا الجزئي. حبيبي سعود، يعني لقطة جميلة من أخونا المبدع دائما محمد ثلاب، يعني في رسمة الكاريكاتير، يعني ماكو فايدة، التسوق هو موجود في للمرأة، وأنا أعتقد أنه يعني هو قام يتحرش بالمرأة وتقول حق محمد ثلاب، يعني كاريكاتير جدا يعني جميل جدا رغم كل الحالات، لكن التسوق هو شيء أساسي في المرأة، وأنا أعتقد أنه مو صح، يعني مش بهال، فيها ظلم شوية للمرأة. نعم، بالغ فيها شوية. نعم. بس كاريكاتير جميل جميل، يعني نعم. يعني مهما تكون الظروف التسوق مهم، يعني نعم. بهذا الكاريكاتير وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا من ماشية الصحافة. ما يسعني أن أشكر ضيفي عبر سكايب الإعلامي حسين عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.